بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عاملين ايه حبايبي؟ وحشتوني كتير. يلا النهاردة هنراجع مراجعة عامة على اللي احنا خدناه كله لغاية يوم 15/3. خليكم بقى معايا في الأسئلة دي. دي أسئلة أنا جبتها من الملزمة. أول سؤال بيقول لك اختار الإجابة الصحيحة. رقم واحد، البلد الذي أقسم به الله تعالى المدينة المنورة، ولا بيت المقدس، ولا مكة المكرمة؟ طبعا عارفين إيه، هي مكة المكرمة. يبقى أول سؤال أهو. رقم اتنين، وأنت حل بهذا البلد، معناها إيه يا أولاد؟ وأنت محتل هذه البلد، ولا وأنت مقيم بهذه البلد، ولا وأنت تارك هذه البلد؟ وأنت إيه؟ وأنت مقيم بهذه البلد. سؤال رقم ثلاثة، زرتم المقابر تعني إيه؟ متم ودفنتم بالقبور، ولا شغلكم عن طاعة الله؟ متم ودفنتم بالقبور. رقم أربعة، التراث هو الطريق، ولا الميراث، ولا الكذب؟ قلنا إيه؟ التراث هو الميراث. خمسة، الأمانة هي حفظ نقط الأموال والأسرار، ولا الأسرار فقط، ولا الأموال فقط؟ إحنا عارفين الأمانة بتكون هي إيه؟ حفظ الأموال والأسرار، الاتنين مع بعض. ستة، الخائن يكره الناس، ولا الله والناس، ولا الله فقط؟ لأ، كل الناس بتكرهه، ومين كمان؟ وربنا كمان، يبقى الله والناس. رقم سبعة، الليالي العشر هي الليالي الأولى من شهر إيه؟ رمضان، ولا ذو القعدة، ولا ذي الحجة؟ ذي الحجة. رقم 8، جزاء الطائعين اللي هم بيطيعوا ربنا، الجنة ولا النار؟ الجنة. السؤال التاني، أكمل الحديث الشريف. أنا جمعت لكم الإيه؟ الأحاديث اللي إحنا خدناها كلها، ونكملها هو مع بعض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي نقط إلى من ائتمنك، ولا تخن من نقط. يبقى أدي الأمانة، اكتب معايا، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. أدي الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رقم اتنين، الاستئذان نقط، فإن أذن لك وإلا فإيه نقط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان، قلنا منين نستأذن؟ الاستئذان إيه؟ ثلاث. يبقى الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا إيه؟ وإلا فرجع. احنا شرحنا الحديث ده في الفصل قبل كده، وقلنا ايه؟ الاستئذان بيكون 3 مرات بس. 3، المؤمن للمؤمن كايه؟ كالبنيان. كالبنيان يشد بعضه ايه؟ بعضا. يبقى تاني نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان. كالبنيان يشد بعضه بعضا. 4، رحم الله ايه؟ رجلا، صح كده، رحم الله رجلا سمحا، اذا ايه؟ اذا باع، واذا اشترى، واذا ايه؟ واذا اقتضى. واذا اقتضى، احنا شرحنا الحديث ده قبل كده، وقلنا ايه؟ رحم الله رجلا سمحا، اذا باع، واذا اشترى، واذا ايه؟ واذا اقتضى. 5، غض نقط. غض ايه؟ ان احنا قلناها الخمس حاجات: غض البصر، وكف الاذى، ورد ايه؟ ورد السلام، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. دي خدناها في ايه؟ خدناها في ايه؟ في اداب الطريق، صح كده. يبقى اداب الطريق هي ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه في اداب الطريق؟ قال: غض البصر، وكف الاذى، ورد السلام، والامر بالمعروف والنهي عن ايه؟ عن المنكر. طب 6، آخر حاجة من دعاء النبي داود، قلنا إيه؟ اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، وإيه؟ والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من، قلنا إيه؟ نفسي، وإيه؟ ومالي، وإيه تاني؟ وأهلي، ومن الماء البارد. اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي ومالي وأهلي ومن الماء البارد. خلي بالكم من نفسك يا أولاد، وإن شاء الله نلتقي على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.